السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية، واللي راح نقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. الموضوع الأول مشاهدينا الكرام عن استغلال السلطة وتجاوز القوات الأمنية وانتهاكاتها في محافظات عراقية مختلفة. وجهت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني كعادتها، وجهت بفتح تحقيق بحادثة مقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال بنيران قوات حكومية وهي الشرطة الاتحادية يوم الخميس الماضي في محافظة ميسان جنوب العراق. التحقيق جاء بعد أن أكدت مصادر حكومية أن قوة أمنية فتحت النار على سيارة أحد تجار المخدرات في منطقة سيد جميل بسبب عدم استجابته لأمر التفتيش من قبل القوات الحكومية. هذا الموضوع تسبب بقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح بسبب الرصاص الحي الكثيف، فيما تمكن تاجر المخدرات من الهرب. هذه كانت الرواية الحكومية، ووصف تاجر المخدرات كان بناء على الرواية الحكومية. طبعا قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادث، وذكرت قيادة عمليات المحافظة في بيان لها أن العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشفافية ومهنية عادلة لكشف ملابسات حادثة منطقة سيد جميل. وأضافت أيضا أضاف البيان بأن العزاوي أمر بحجز قوة الشرطة الاتحادية لحين اكتمال التحقيق، وأكدت أنه سيتم محاسبة المقصرين وفق القانون. خلونا نشوف اللقطات الأولى مشاهدينا الكرام لما بعد الحادث. هذه اللقطات تبين السيارة التي استهدفت على يد الشرطة الاتحادية وأدت إلى مقتل طفل وإصابة آخرين. خلونا نشوف. طبعا بس نأكد بأنه إطلاق الرصاص من الشرطة الاتحادية أدى إلى مقتل وإصابة أطفال. ننتقل وبعد ما سمعتوا الرواية الحكومية، قبل شوية ذكرنا بأنه الرواية الحكومية قالت بأنه كان هناك تاجر للمخدرات في داخل هاي السيارة، السيارة البيضاء المستهدفة، لم يستجب لأمر التفتيش فتم إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الاتحادية، كانت الرواية الحكومية. لكن رواية والد الضحايا جاءت مختلفة عن الرواية الحكومية اللي اتهمته هو بأنه تاجر للمخدرات، إذ تبين بأن هذا الشخص كان منتسبا أمنيا بالقوات الحكومية، وأنه ما حصل هو عدم امتثاله فقط للتفتيش قبل أن يتطور الأمر إلى ملاحقة وإطلاق نار من قبل الشرطة الاتحادية على سيارته. طبعا هذا الحادث أعاد للأذهان ما حصل في مجزرة جبلة قبل سنوات، حينما بررت القوات الحكومية وقتها فعلتها بأن والد الضحايا أيضا كان تاجرا للمخدرات وأقدم على الانتحار لأنه إرهابي، وأيضا في رواية أخرى أنه إرهابي، قبل أن تكشف التفاصيل زيف الادعاءات الحكومية. وطبعا هذا الموضوع يثير عدة علامات استفهام بشأن إخفاء الحقائق وتزييف الوقائع المتبع من قبل حكومة الإطار التنسيقي وحكومات ما بعد الاحتلال. خلونا نشوف الحديث اللي ورد على لسان الأب اللي فقد أحد أبنائه وإصابة آخرين وهو منتسب في القوات الأمنية، ليش اتهمته
الحكومة بأنه تاجر للمخدرات؟ خلونا نسمع. أنا متجه من دبيسات إلى الماجدية، أنا وعائلتي كنا فاتحة تشين، لقينا سيطرة متواجدة بالجسر، السيطرة ما مبينة، سيطرة منا سيارة ومنا سيارة. نعم. فمن نزلنا الجسر لحقتنا سيارة بيضة مدنية قامت تطلق علينا النار، وسيارتين وياها سلفادورات، نزلونا، نزلوا اخوي، نزلوا العائله، زلونا وقاموا يرمون علينا مسدساتهم وكتلوا الاطفال. وانا رجال منتسب وهاي هويتي، سووني تاجر مخدرات، سووني اربع ارهاب. خلونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. داجي يقول: الاستهتار لدى بعض الشرطة حتى لو مجرم ما تقدر تطلق عليه النار، بس من يصير بدولة تتوقع أو شتتوقع مثلا إنسانيته تحت الصفر. طيب عندنا تعليق من حيدر يقول: هاي كلها من وراء الأحزاب، يومية كاتلين واحد وخلوا الاتحادية اجت للعمارة، هسه ارتاحيتوا، شنو ذنب الأطفال؟ إسماعيل يقول: في الدول الأوروبية يطاردون المجرم يومين ولا يطلقون النار عليه، احنا الجماعة بس دير وجهك يرميك ويقول لك بالغلط، يجب أن يتحاسبوا أشد الحساب، شنو ذنب العائلة والأطفال؟ ملا أحمد يقول: مستهترين الاتحادية، الله كفيلكم، ما يحترمون أحد. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من وسط مشاهدين الكرام. وأبو علي، ليش اليوم في زمن حكومات ما بعد الاحتلال، في زمن هذه الأحزاب، أصبح الدم العراقي رخيص؟ السلام عليكم أستاذ الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير للجمهور الرافدين. حياك الله. لأن اللي يحكمون أساسا ما عندهم وطنية وما عندهم روح انتماء للوطن، لذلك عندهم قتل المواطن هذا سهل، مثل ما صار اللي تفتح حضرتك، ومثل ما صار اللي كذلك المواطن اللي بالحلة، وثورة تشرين بالحويجة بالأنبار، حتى بالموصل من حاربوا ما يسمى بداعش، كان عندهم أهم شيء تطهير المدينة، وما عندهم يعني هم الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهم حماية للمواطنين، والدليل شوف الموصل شلون مدمر المباني، ويعني مسحوق سحق. مثل ما ذكر أحد يعني اللي علق عليهم، يقول إنه في أوروبا يطاردوا يعني حتى المجرم لا يحق أن تطلق عليه النار إلا عندما يبدأ بإطلاق النار عليه. نعم. احنا بالعراق لا، لان انت تركض على التاجر هذا الشركه اللي لقيت عنده 10 20 30 لما طردت المجرمين اللي طلع منتسب امني. يا ريت لو كان حتى تاجر مخدرات طلع منتسب بالقوات الامنيه، منتسب رسمي وشايل وياه اطفال. زين شفتوا انتم وياه شايل اطفال، ليش ترمي عليه؟ تقدر توقف، تقدر ترمي على سيارته، تقدر ترمي يعني على قصدي على الاطار، تقدر انه طارده وراح يوقف كيف الحياة راح يوقف، ليش تقتل الأطفال؟ هذا دليل على أنه القوات الأمنية ما دربت على حماية المواطن. نعم. هذا دليل أنه ما يحمي المواطن، لذلك حتى مرات يلقوا مجرمين ابتدوا إطلاق النار بالشارع، لأن بالشارع ماكو ناس تمشي. هي هاي الحياة المستقرة اللي وعدوا بها العراقيين، ظلوا يشحنون بالناس إلى أن وصلوهم إلى هاي المرحلة من العنف والاستهتار بأرواح البشر، وجرأوا القوات الحكومية بكل صنوفها على المواطن العراقي الأعزل، وشفنا النتيجة اليوم ودنشوفها كل يوم، بأنه المنتسب الأمني يقتل المواطن العراقي بدم بارد، لأنه هو يعتبر نفسه محصن من المحاسبة والملاحقة القانونية. بالضبط. وحتى تشوف الآن الجرائم اللي تصير بالعراق، الجرائم الاجتماعية، أب يقتل ابنه، الابن يقتل الأب، هذا الدليل أنه الدولة أساساً ما تنتج مجتمع، ماكو معالجات اجتماعية. نعم. للمجتمع، القتل والذبح وغيرها هذه صارت للأسف، وهذا جاي نسمع إحنا أنه من سمات المجتمع العراقي القتل، يقول في العراقي لا تجادله، بس يجادله ترى كتلة، بينما المصري يتجادلون ساعتين وآخر شيء ما حد يدي على الثاني. للأسف هذا اكتسبناها من الميليشيات، وجود الميليشيات بالشارع اليوم. لكن تشوف انت يمكن بالسوشيال ميديا لو يغلط على مقتدى
نفس اليوم ينشرون من حسابه هو شلون ينضم. طيب أنا بس عندي سؤال عفوا سؤال أخير لك أبو علي حتى أختم يا حضرتك. إذا كانت القوات الحكومية المسؤولة عن حماية الناس أو حماية الأرواح والممتلكات هي اللي تنتهك هذه الحرمات، لعد منه اللي بقى يحمي العراقيين من خطر الإرهاب وخطر الميليشيات وخطر المتجاوزين على القانون؟ إذا هي نفسها اللي ينطبق عليها مثل حاميها حراميها، صاروا هم المجرمين مو المفروض هم اللي يطبقون القانون. للأسف سيد الكريم، وأنا يعني من أقول هذه الكلمة راح أقولها مرارة، الآن مو يطالبون بخروج القوات الأمريكية، الشعب العراقي يطلب ببقاء القوات الأمريكية لحمايته من القوات الأمنية العراقية المحسوبة طبعا، مو كل القوات الأمنية العراقية واللي من ضمنها الميليشيات، حماية من الميليشيات. للأسف وصلونا إلى حال نتمنى من المحتل أنه يبقى حتى يحمينا من أبناء جلدتنا. للأسف هذا صار أمنية العراقيين. شكرا جزيلا، أشكرك سيد أبو علي من واسط، شكرا لحضرتك. ويانا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. ألو السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا شابع قهر بس جاوبت شو سوي لي، أنا اليوم العراق قصر من وراء الحكم الإيراني هذا الحاقد، ما أعرف شنو الحقد هذا، أنا متى ينتهي هذا الحقد ما أدري والله. نعم. المهم سووه بس للفكاهة سريعا حتى ما دام فتحت الموضوع، سووه ذباب الإطار التنسيقي بالسوشيال ميديا، سووه من جماعة مجاهدي خلق من المعارضة الإيرانية، طلعوا معارض إيراني حتى لا العراقيين يهاجمون ايران. لا يقول لك دعوة وجهك عادل، يعني هذول يقعدون دائما يقعدون وجهك شلون. طيب نرجع لموضوعنا ابو نعم احمد. نعم نعم اطفال نعم قتلوا نعم على يد نعم القوات الحكوميه. متابع تفضل. هو 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 اساسا لم يتم تاسيس منظومه امنيه او مؤسسه امنيه على اساس دستوري، وانما على اساس محاصصاتي. نعم. يعني يا حزب يا ميليشيا اجتي قويه اسسوا على اساسها الشرطه والجيش والاستخبارات، والا في كل دول العالم الاستخبارات تمثل قوه لحمايه البلد في الداخل. نعم. احنا معقوله هاي تجار المخدرات يشوطون ويجولون ويلعبون ولا رادع لهم، ما حد مشخصهم، معقوله الا اذا كان هنالك شريك مثل من باع بالافلام المصريه. يعني مرات بالافلام المصريه طلعون مثلا تاجر مخدرات كبير راشي جزء من الشرطه، بالضبط اتوقع نفس العمليه بالعراق بصير، يعني المنظومه الامنيه بالعراق مشتركه في هذه العمليه، والا مو صعبه ترى هي هذه كل سهله. يعني احنا اذا نريد نلاحظ مثلا انت تجي تقوى على شعبك وتعوب ذول المافيات تسرح وتمرح، انت ليش تسمي نفسك دوله اذا؟ يعني صار 20 سنه تقدمت، قدمت صناعه، قدمت امن، قدمت امان، قدمت مجاري، قدمت، يعني الى متى تبقى هاي الوضعيه الفوضى موجوده في خاصه المناطق الحدوديه في العراق مثل العماره مثل الواسط؟ نعم مثل بس اكو حتى لا يصير اكو يعني لبس على المستمع اللي دا يشوفنا. نعم. او المشاهد، الروايه اللي صارت من الحكومه يقولون بانه هذا كان تاجر مخدرات وهرب من التفتيش، لكن الرجل عندما تحدث يقول أنا ما شفتهم سيارتين، واحدة منا وواحدة من السايد الآخر من الطريق، أنا عبرت، أنا منتسب في القوات الأمنية ولست تاجرا للمخدرات، كنت أحمل معي أخي وأطفال، تمام، وفجأة صار الرمي حتى لو كان قد تجاوز نقطة التفتيش أو النقطة الأمنية من دون أن يخضع للتفتيش، تمام، لكن بأي حق يطلق الرصاص على هذا الشخص؟ لا شنو دور القضاء وشنو دور المحاكم وشنو دور مراكز الاعتقال اذا كان تنفيذ القانون هو فورا مباشره بالشارع عن طريق القتل؟ استاذ محمد، هاي في دوله بها قانون وبها دستور وبها ناس تشتغل صح، مو دوله لصوص. انت الان في دوله لصوص ومافيات، فتتامل يعني دائما ستتوقع انه هذا ما يطلعون الشرطه على باطل، لان يعني الشرطه هم اللي جايبيها، الشرطه هم اداه الحمايه مالتهم. أنا قبل لا أختم وياك عندي عتب شوية، مو من عندي، من أحد الأصدقاء نقله، قال لي لازم أنقل لك إياه. ممكن تفضل محمد؟ تفضل. لأن تدري شنو مع استعدكم، يعني تدري بتعرف ولا الشغلة كلها. الله يسلمك يعني أبو أحمد، كل الهلا. العتب بيقول شو ماكو، شو الفساد ما يطلع بالأنبار وبكركوك وبالموصل وبتكريتيش، عجب يقول بس بالجنوب وبالوسط. يعني هذا عتب، هذا يعني عتب في طرح ما قضايا الفساد يقصد؟
اي بالضبط في طرح الفساد بالتاكيد طبعا، لان يعني قناتكم بتفضح كل الفساد بالعراق، يقول ايش عجب ما يطلعون الفساد في بقيه المناطق. قلت والله انا الناس احترمهم جدا واصدقائي، انقل عتبك لهم ان شاء الله. هو طبعا العتب على العين والراس لكل المشاهدين والمتابعين الكرام، حضرتك والاخ اللي انت تنوب عنه بالكلام، اذا كان فقط يتابع بشكل ادق راح يشوف بانه احنا عندنا كل المشاركين بالعمليه السياسيه من كافة المحافظات أو الانتماءات الدينية، بالنسبة لنا طالما تلطخت يدهم بالفساد وبأموال العراقيين بالسرقات ودماء العراقيين، هم على أجندة الفضائح. احنا ما عدنا تمييز وما عدنا تفرقة، لأنه احنا مثلا نركز على محافظة دون أخرى. كل السياسيين اللي يحسبون نفسهم على السنة، شوف احنا في قناة الرافدين كيف فضحناهم وفضحنا أفعالهم وقضاياهم وكشفنا الحقائق قدر ما استطعنا من الوثائق والأدلة والإثباتات اللي توفرت وانتشرت في وسائل الإعلام. ماكو تمييز، والكل سيفضح طالما هو متورط بسرقة أموال العراقيين. أشكرك أبو أحمد من بريطانيا. عدنا اشتغلنا إن كانت في برامجنا، إن كانت في الأخبار والأخبار التي نعرضها بشكل مستمر، أو حتى هذه الفقرات الإعلانية اللي هي البروموهات، اللي هي الدعايات اللي تعرض بين فترة وأخرى. عمل قناة الرافدين وبحث مستمر من الفريق بكافة الأقسام في القناة، وعمل دؤوب على كشف الحقائق وفضح المتورطين بالفساد، إن كانوا من المحسوبين على السنة، المحافظات الغربية يقصد يعني هذا الأخ، أو إن كانوا من المحسوبين على المحافظات الوسطى أو الجنوبية أو الشمالية، لا فرق. كل من سرق العراقيين سيفضح، كل من قتل العراقيين سيفضح إن شاء الله. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام وننتقل إلى موضوع آخر. أعرب مواطنون عراقيون عن غضبهم واستياءهم من استمرار تخبط القرارات الحكومية بشأن الخدمات الصحية في العراق، حيث تعمد الحكومات المتعاقبة على زج المرضى العراقيين في سلسلة من الأزمات بدلاً من إيجاد الحلول المناسبة لانتشال الواقع الصحي المتردي وتخفيف معاناة المرضى. الاهتمام الحكومي منصب على التسليح وعلى تضخيم أعداد القوات الحكومية من دون أن توجه الأموال باتجاه تقديم رعاية صحية مناسبة للعراقيين، حتى وصل الحال بالحكومة إلى هدم المراكز الصحية بالرغم من قلة عددها في بغداد من أجل بناء مراكز شرطة. وهذا الموضوع صار في منطقة الدورة جنوب بغداد، بحسب شهود عيانة من المنطقة احتجوا على هذا القرار. خلونا نشوف الحكومة اللي مدى تشبع أزمات، مدى تشبع مشاكل تسليح ومراكز شرطة ومعتقلات وسجون، بدل من أن توفر خدمات للمواطن العراقي. خلونا نشوف هذه اللقطات من الدورة. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بالرغم من ثروات العراق الهائلة والإمكانيات المالية اللي يتمتع بها والموازنات الانفجارية، لكن تصر الحكومة والأحزاب اللي شكلت هذه الحكومة على وضع الرسوم المالية مقابل التشخيص الطبي والعلاج داخل المستشفيات الحكومية، بعد أن تم إلغاء نظام الرعاية الصحية المجاني في عام 2016، وتسبب الإهمال والفساد في إلغاء مجانية الرعاية الصحية للعراقيين في حكومة حيدر العبادي، اللي بدأت بتحصيل الأموال مقابل التشخيص والتحاليل والأشعة والعلاج داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية. وتحول المشهد أو أصبح مشهد عدم الحصول
على الرعاية الصحية الكافية بالمستشفيات الحكومية واكتفاء الكوادر الطبية ببعض الإجراءات الشكلية أصبح من المشاهد الملازمة لقطاع الصحة العراقي. مواطن عراقي تعرض لكسر بأحد أصابعه أكد عدم متابعة حالته الصحية وعدم تقديم العلاج المناسب له في طوارئ مستشفى اليرموك، وتم الاكتفاء بأخذ صورة أشعة للأصابع من دون تقديم العلاج، وطلبوا منه أنه يروح يتابع علاجه في مكان آخر. خلونا نشوف. طبعا من ضمن الحزمة اللي أطلقها السيد السوداني هي بناء 10 مستشفيات. يابا هسه تجيبوا قطن وشاش، المصرف الدم مال مدينة الطب، وبعدين ابنوا مستشفيات غير قطن وشاش بالمركز مال التبرع مال الدم ماكو بمدينة الطب. هذا المقطع طبعا اللي كنت اتحدث عنه، عن الكسر الذي تعرض له احد المواطنين العراقيين وانتقاده لضعف الخدمات الطبيه المقدمه داخل مستشفى اليرموك، واللي طلبوا منه رغم انه هي مستشفى لكن الكادر الطبي في مستشفى اليرموك وفي طوارئ المستشفى طلبوا منه انه يتلقى العلاج في مكان اخر. خلونا نشوف. البارحه بالطوارئ انكسر الصبعي، رحت للمستشفى مستشفى اليرموك بالطوارئ. الدكتور اول ما شافه قال لي روح خذ اشعه، اخذت اشعه ورجعت. كان يقول لي هاي هي، قلت له شنو هاي هي؟ كان يقول لي روح خذ له من برا علاج. قلت له شنو علاج من برا؟ قال من برا علاج. فشفت محمد سامي وين واصله بينا، هذا مستشفى اليرموك الحكومي. طيب احنا بس نريد نرجع إلى هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا كافة القطاعات الخدمية في البلاد لا سيما الصحية انزلقت نحو التراجع السريع بسبب الفشل الحكومي من الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، فضلا عن الفساد المستشري وتخبط القرارات داخل أروقة الحكومات المتعاقبة. القطاع الصحي العراقي يعاني من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم، بعدما أدى الفساد والفشل الحكومي إلى نقص الكوادر الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة سياسيا. ووصل الحال بأن يعاني القطاع الصحي من عدم توفر أبسط المستلزمات الصحية وتحديدا مستلزمات الوقاية خلال التبرع بالدم في مدينة الطب ببغداد مثل ما أكد المواطن. خلونا نشوف المقطع مرة ثانية حتى نفتهم أكثر حديث هذا المواطن. طبعا من ضمن الحزمة اللي أطلقها السيد السوداني هي بناء 10 مستشفيات. يابا هسه تجيبوا قطن وشاش، المصرف الدم مال مدينة الطب، وبعدين ابنوا مستشفيات غير قطن وشاش بالمركز مال التبرع مال الدم ماكو بمدينة الطب. طيب خلونا نتابع التعليقات على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بشار يقول والله صحيح العلاج والتحاليل من برا، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا تعليق من سبرينغ فلاور تقول وزارة الصحة لا تستحق أن يقال عنها وزارة الصحة، المفروض نسميها وزارة التلوث والسرقة لصحة الإنسان. هندو تقول إذا هو الباراسيتول تشتري من برا المستشفى، يا علاج بقاعدهم. وعدنا أم سجاد تقول حقك والله، علاج الرخيص ما متوفر بالمستشفى، إلك الله يا الفقير. الصيدلية الحكومية باراسيتول ما بيها، بينما الصيدلية الأهلية كل أنواع العلاجات بيها، الله يعين الفقير. خلونا نسمع رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حيا الله قناة الرافدين، وحيا الله الأستاذ محمد وكل أستاذ المشاهدين الكرام. كل الهلا يا أبو عمر، تفضل.
يعني أستاذ محمد، من المعروف جدا أن يكون الدولة من عندها وزارات، يعني وزارات مهمة مثل وزارة الصحة وزارة التعليم، كل الوزارات. نجي على وزارة الصحة، وزارة الصحة هي لازم أن يكون موقفها يعني جيد جدا، يعني بمدراها بوزيرها وكل الأمور اللي تحيط بها اللي تقدمها للمستشفيات وللمستوصفات اللي موجودة ببغداد وكل المحافظات. يعني اليوم إحنا العراقيين يعني من 2003 لحد الآن كل عائلة بالعراق اللي موجودة عندنا تعاني من هاي المستشفيات، عدم وجود الأسرة، عدم وجود الدواء اللي موجود من يروح الإنسان البشر، يعني بشر رايح المستشفى غيري لازم يتعالج، يبقى طبيب زين، يروح للصيدلية يقدم له العلاج. كل هاي الأمور اللي عندنا ما متوفرة لا بالمستشفيات لا بالمستوصفات. هاي للأسف هاي دلالة على أنه يثبت بأنه حكومة ما عندنا ولا عندنا وزير. إحنا عندنا أحزاب ميليشيات تحكم هذا البلد، تسرق أموال البلد، كل اللي تقدمه من يعني رئيس الوزراء. طيب عندي سؤال أبو عمر، تروح بتجيب الفاسدين. هذا البرلمان، نعم، برلمان المؤامرات، برلمان الخيانة للبلد وللشعب، ذول النواب اللي يبيعون ويشترون بالمناصب وبالكراسي وبالصفقات والمصالح والمحاصصة هي اللي تطغى على أدائهم البرلماني، ليش ما يجيبون وزير الصحة مثلا أو وزراء الصحة اللي امتدوا طيلة الحكومات السابقة وحاسبوهم وعروهم أمام الشعب؟ لجنة النزاهة البرلمانية شنو دورها إذا مدى تفضح الفساد الموجود في دوائر الدولة وفي الوزارات وتحديدا وزارة الصحة المعنية بحياة الناس؟ احنا دا نشوفهم ما شاء الله أبطال ويتفقون في كل القرارات اللي تخدم مصالحهم وما تخدم مصالح الشعب، ولكن لا يتفقون في القرارات اللي تخدم الناس ولا تخدم مصالحهم. ذولا يمثلون الناس، يمثلون الشعب. أستاذ من تسألني هذول ما يمثلون الشعب ولا يمثلون المواطن، إحنا الشعب العراقي يعني كلهم راضيهم البرلمان النواب وكل من يقول أنا بالدولة. السبب هم سووا الكره بيننا وبينهم لأنه ما اتخذوا أي إجراءات وأي تحقيق وأي عقوبات. كل وزارة اللي جاي تحكم هذا البلد يعني من 2003 وزارة الصحة يعني من أسوأ الوزارات. ليش؟ لأنه خلوها بقادة ناس ما معروفين، ناس عندهم تدجج بالأسلحة، ناس الفلات الأمني عندهم، ناس من يتكلمون عليهم يروحون يقتلوهم أجلكم الله بالتواتي، ما محترمين. فشترجى من الناس يعني يدعون بالدين يدعون بالإصلاح، يعني مسكون هاي الوزارة، هاي الوزارة بكل العالم يعني ما صار عندنا أنه ناس الجادين يمسكون هاي الوزارة وهم يعني ما يعرفون شوكموك بالموضوع هذا. ما احترماتي لك يعني. طيب. لو هذول زايد عليهم يعني مجموعة غلم يسرعون بها كافية. يعني للأسف ناس عندنا يعني هامنين الصحة العراقية وهامنين صحة المواطن، يعني بس يروحون على المستشفيات الأهلية. أكو عندنا مستشفيات أهلية نعم، بس المواطن ما عنده امكان يعني يروح يتعالج يسوي له عمليه. هاي ليش احنا عندنا حكومه؟ هاي الحكومه لو نفرض انه يعني تستنكر عن وجودها، تستنكر عن انه عندنا وزارات صحه تابعه للحكومه، يعني تنكر هاي تقول انا ما عندي تعلن الاعلان، احنا ما عندنا لا وزاره الصحه ولا وزاره التعليم. نعم. كلها صارت من الاحزاب والميليشيات. شكرا جزيلا ابو عمر من بغداد، اشكر حضرتك. يبقى السؤال يوجه إلى حكومة محمد الشيعة السوداني وإلى محمد الشيعة السوداني شخصيا. لما رحت وسويت هاي التمثيلية بمستشفى الكاظمية التعليمي، نتيجتها شنو؟ بعد ما استعرضت أنه أنت عصبي وانفعلت وغضبت أمام الكادر الطبي الموجود وكادر المستشفى وقلت الله لا يوفقنا على هاي الخدمة، طالما أنت دعيت على نفسك بسبب سوء ورداءة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحكومية، غير المفروض تعالج؟ أكثر من سنة قادرة وكافية لبناء مستشفى جديد مكان هذا المستشفى، لتطوير هذا المستشفى بشكل مثالي، رغم أنه يعني عندنا مشاكل كثيرة صراحة ومتراكمة، لكن إذا نبدأ من مستشفى الكاظمية وفي ظل ارتفاع قيمة برميل النفط معناها كوفرة وسيولة في خزينة الدولة، ما تمنع أن أنت تعيد تجهيزه بالكوادر أولا وبالمستلزمات والتجهيزات الطبية ثانيا وبالعلاج أيضا، حتى الناس يحصلون على علاج ملائم ومناسب. من
ذاك اليوم إلى اليوم احنا مدى نشوفك بس بالسوشيال ميديا وبنشاطاتك الخارجية وتصريحاتك وكأنك ناشط سياسي ولست مسؤولا عن دولة. خلونا نسمع محمد من أمريكا شو يقول. تفضل سيد محمد حياك الله. ألو السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. رافدين البطلي حياك الله. عزيزي هم هذا مجلس النواب هذول هم كلهم عصابة قسما بالله. هسه طلعت الفضايح مالتهم حتى مجلس النواب تحرشون بالنسوان. مجلس النواب عشاك مسوينا شلون زمرة مال عشاك شلون مال ملايين. طيب يعني يحكمون العراق. نعم نعم ادخل لي بشيء اهم عزيزي. نعم. هم هسه ذول الميليشيات جاي يضربون الامريكان ضربهم اول البارحه قسما بالله حينهوهم نهي. هسه لازم يضربون الميليشيات بالعراق القاعدين. هذا شيخ محمد السوداني الارهابي قسما بالله هسه يخطونه خطه ويذبونه جوا ابو زعبه. هو تابع للحشد الارهابي. هو كل العراق ذول الميليشيات تابعه لايران عصايبها للحق ولا واحد كلهم خاتلين بالحفر مالتهم. ولا هذه العامله يطلع ولا الخد علي قسما بالله سالم محمد ولا نهايتهم قربت. مو هم جابوهم هم حيقتلوهم هم حيقضون عليهم قسما يعني بالله. تحياتي لك. شكرا جزيلا سيد محمد من امريكا. هي وجهه نظر تبقى قائمه ومطروحه صراحه. البعض يرى بانه ممكن الامريكان ان يسوون شيء مفاجئ، لكن هناك من يرى بأن هذه مجرد لعبة وتخادم بالأدوار والمصالح وتبادل بالأدوار وتخادم بين أمريكا وإيران، لعبة يقومون بها في الشرق الأوسط تقتضي اللعبة بتضحيات وأكباش فداء. وهذه التمثيليات اللي نشوفها الصواريخ منا ومنا ما هي إلا مجرد مسرحيات. يعني البعض يرى يعني يقول بأنه لا يعني ما راح يصير شيء عظيم مثل ما يتوقع العراقيون، مثل ما صارت ضربة سليماني والمهندس ترامب اكتفى وقتها توقف ما زود الموضوع ما راح وقضى على بقية الميليشيات الموجودة بالعراق، لا اكتفى بضرب ذولة وسمح لإيران تضرب محيط القاعدة وانتهى الموضوع ومشى. فهو اكو تخادم واكو لعبة خبيثة قذرة تمارس من إيران وأمريكا بالشرق الأوسط، والعراق طبعا من الضحايا لأنه عندنا مجموعة من اللي سلموا البلد على طبق من ذهب، مقدراته ثرواته سيادته شعبه إلى إيران وإلى أمريكا، ويحجون بالوطنية براسنا. هم أصلا لو بيهم خير أصلا كان ما بقى لا إيراني ولا أمريكي ولا غيرهم موجود في العراق، لأن عندهم الإمكانيات السلاح والمال والقدرة البشرية، بس هم أضعف من أنه يطبقون هاي الشعارات وينفذوها ليرفعوها كل يوم. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. مسؤولون بالحكومة يقدرون أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة الصحية أو الجسدية بأكثر من 5 ملايين مواطن عراقي في عموم البلد. غالبيتهم أصيبوا في العمليات العسكرية وأحداث العنف اللي ضربت العراق خلال العقود الماضية. طبعا يعاني هؤلاء من غياب المرافق اللي تسهل مراجعاتهم للدوائر الحكومية وفي مقدمتها الدوائر المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة في محافظة النجف. خلونا ننتقل ونشوف الموضوع من محافظة النجف. اليوم من أمام دائرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اليوم راح ننقلكم معاناة المواطنين اللي المفروض من وزير العمل يوفر لهم بناية أو أكثر من بناية لهاي الشريحة المظلومة والمهموشة. احنا اليوم راح نطب ونشوف المعاناة يا أحمد الأسدي. يا المفروض من عندك انت من تخلي معين او مرافق ما تخلي المعاق يجي هنا ويشوف هاي المعاناه وهاي المأساة. هاي رساله موجهه، ولو احنا شو نقول؟ نقول لا حياء لمن تنادي. لو كان اكو حياء كان ما وصلت هاي الناس لهالمستوى وهذا الحال. انا راح اطب جوه وراح اراويك يا احمد الاسدي معاناه المعاقين ومعاناه المعين ومعاناه المواطنين عامه في محافظه النجف الاشرف. هاي القاعة الأمامية. هاي القاعة الأمامية. احنا راح نوصل للقاعة الثانية. خلي نشوف أحمد الأسدي. خلي نشوف معاناة الناس بهاي الدائرة المهموشة. هاي
وهاي رسالة موجهة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خلينا ننظر إلى الحال المواطنين المدري. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا شددت مراصد حقوقية وإنسانية على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مرتباتهم الضعيفة اللي يتقاضوها وسط غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة اللي تعانيها أغلب العائلات العراقية، فضلا عن المعاناة خلال استحصال رواتب الرعاية والقروض المالية. عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تظاهروا في محافظة ذي قار وطالبوا بتعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة وإنصافهم، وطالبوا أيضا بإعادة النظر في القوانين الخاصة بهم وسن قوانين تضمن حقوقهم وتقدم لهم الرعاية الصحية والمنح المالية. وأكدوا أنهم يعانون من إهمال كبير من قبل وزارة العمل ويتقاضون أضعف الرواتب ولا يستطيعون العمل. خلونا نشوف. رسالة إلى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، إلى الحكومة العراقية، إذا بيكم شريف وإذا بيكم غيوق يفزع لهاي العالم، شريحة المعوقين، شريحة النقابة، شريحة العاطلين، شريحة الجرحى تشرين، محضرهم كامل وأمورهم كلها جاهزة. حاليا العذر الوحيد اللي جاي تماطل به الحكومة المحلية يقولون احنا حكومة تصريف أعمال وما من حق نوزع. شنو ذنب هاي العالم؟ صار سنتين بالشارع نايمة هاي المعوقين كلها. قبل الانتخابات محاضرهم جاهزة وما يقبلون يوزعونها. من المتدخل بيها؟ من اللي صار ضد هاي الناس الفقرة؟ حسبي الله ونعم الوكيل بهذا النظام. احنا ما ندفع ثمن حكومة انتقالية، حكومة محلية ما ندفع ثمنها. احنا ناس مكملين قبل الانتخابات، المجلس يشكل بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، المعوقين متضررين، أكثر ناس متضررين اليوم يعبر عليهم سنة. الحكومة المركزية تعطيهم راتب 125,000 وكل الشرائح مستحقة، الرعاية بالرعاية ما مستحق. لو بالنقابة العمال اللي يطلع من 5 الصبح لثنتين يلا يحصل له 25. هاي رسالة للحكومة المركزية، احنا شرائح مظلومة، شرائح مظلومة. تابع التعليقات مشاهدينا الكرام على هاي المقاطع. باسم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، أنا هم كل شيء كملت المعاملة صار لها من 2014 وكل شيء ماكو. عندنا تعليق من أبو علي يقول الله وكيلك عندي معاق بالباب، يريدون 5 أوراق ويسجلوا يعني $500. زيد يقول الله ينتقم منكم، خلوا الله بين عيونكم يا جماعة، الدنيا مو كلها فرهود، هذا إنسان مريض ومسكين، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا تعليق من محمد يقول أفسد دائرة بالعراق هي ذوي الاحتياجات. ننتقل سريعا مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر وهو الحصة التموينية. اعتاد العراقيون على الفضائح المتعلقة بجودة المواد الغذائية اللي يتم استيرادها عن طريق وزارة التجارة، ولم يعد مستغربا أن يتداول العراقيون صور أو مقاطع مصورة لرداءة المواد الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية واللي تجيبها الحكومة من أسوأ المناشئ العالمية، واللي طبعا لا تصلح في أفضل أحوالها بأن تكون علفا للحيوانات مثل ما قال مواطنون عراقيون، إلى جانب التلاعب في أوزان الحصص الموزعة. في محافظة نينوى اتفاجأ مواطنون عراقيون من نوعية الأرز اللي تم توزيعه ورداءته وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الأرز يصلح للاستهلاك البشري. خلونا نشوف ونسمع. ما شاء الله ما شاء الله. أدري هذا لا بقر يأكله، لا جحاش تأكله، لا من اللي يأكله هذا؟ من اللي ياكله؟ كل قل لي بس من اللي ياكله؟ طيب نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام.
بسبب الفساد والفشل في إدارة ملف البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة، يعاني المواطنون العراقيون وتحديدا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود من آثار انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بالتزامن مع الارتفاع المستمر بأسعار السلع الغذائية. وحاولت وزارة التجارة الدخول على خط أزمة ارتفاع الأسعار للتغطية على فشلها في إدارة ملف الحصة التموينية بعد إطلاقها العمل بنظام السلة الغذائية اللي كانت هي أيضا عبارة عن كذبة لم تبصر النور. واستمرت الوزارة في فشلها في توزيع الأرز المليء بالديدان والحشرات من دون أن تخجل من غضب العراقيين أو من رد فعل العراقيين تجاه هذه المواد الموزعة التي لا تصلح كما قلنا علفا للحيوانات. خلونا نشوف. خوي هذا التم اللي طونا يا بالبصرة، وكلام الله صار لي يومين اللي استلمت الكمية، وشوف القمل البي والريحة مالته يرات البس لك خوذه زين، يشهد الله ورسوله لا قديم عندي ولا صار له هواي. البارحة أول البارحة جبت الكمية من الوكيل زين، والوكيل يقول لي إيش بيدي عليها كانت تم اللي انطونا يا كل هذا مقمل وبيريحة تعفونه. خلونا نتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. نعيم يقول المعجون والتمن من أردأ النوعيات ومحسوبات بالمالية درجة أولى حتى يطلع الفرق بالمليارات في جيوب مسؤولي وزارة التجارة. حيدر يقول يشترون منتهي الصلاحية من الدول بأرخص الأسعار ويباع على المواطن، المفروض وزير التجارة يأكل من هذا الشيء لأن بسببه دخل للعراق بدون متابعة ورقابة. أزهار تقول لا بطاقة تموينية ولا ضمان اجتماعي ولا مدارس بها خير وتعليم به خير مثل العالم ولا كهرباء، بس رحمة رب العالمين. عدنا تعليق من أم عمر تقول كنا نستلم 13 مادة وكل شيء ما نشتري أصلا نبيع منها، هسه كله مشترى وبالدين، الله ينتقم إن شاء الله. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. انتقد متقاعدون عراقيون تجاهل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني لمعاناتهم، حيث أن رواتبهم اليوم لم تعد تسد متطلبات الحياة كالسكن والغذاء والملبس والعلاج وغيرها، في وقت يضطرون إلى دفع الرشاوي من أجل تسيير معاملاتهم. وأيضا بيّنوا أن معاناة المتقاعد العراقي تبدأ من أول يوم يتم إحالته إلى التقاعد، إذ يعاني بين الدوائر الحكومية لحين إكمال المعاملة، وكل هذا يعد بسيطا لما سيواجهه لاحقا من تأخر صرف الرواتب والمستحقات والاقتطاعات وغيرها ومشاكل كثيرة. قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على مشاكل ومعاناة المتقاعدين العراقيين في الانفوغرافيك الآتي.
ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. يتفاعل العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم الحرية لمحمد نعناع من أجل الضغط على حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني من أجل الإفراج عن الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع بعد أن تم اعتقاله للمرة الثانية بسبب انتقاده لمحمد الشاع السوداني. ويبدو أن السوداني قد رضخ للضغوطات الشعبية إذ تداولت جهات إعلامية محلية خبر يتعلق بصفح السوداني عن محمد نعناع بعد تقديم الأخير اعتذارا لرئيس الحكومة بحسب تلك المصادر. خلونا نشوف بعض التعليقات في منصة إكس. جود تقول: إذا كان النقد يزعج رئيس الوزراء، لماذا لا يعتقل قادة ومدوني الإطار الذين يمتهنون التحريض والشتم والطعن والتخوين وبشكل يومي للعراقيين ومؤسسات الدولة؟ وليس بعيد إهانة أبو تراب للجيش العراقي في يوم تأسيسه أو قادة ومنتسبي الفصائل الذين يهددون أمن الدولة بصواريخهم. عندنا تعليق من القاسم يقول: خليتونا حتى نخلص حكي بيكم، وضعكم مخزي، خنوعكم مذل، توافقاتكم مليانة دم، تفاهماتكم مدفوعة الثمن، واللي يحكي عن أفعالكم تتسبعون براسه، وين رايحين بالبلد؟ دكتور أحمد الشمري يقول: هل الكلمة مخيفة لهذه الدرجة حتى تستنفر السلطة كل أدواتها من أجل اعتقال صوت حر؟ آخر تعليق عندنا مشاهدينا الكرام من فرات يقول: إن مصير الأصوات الحرة في العراق هو التغييب أو القتل، لأنهم يزعجون السلطة بصوتهم ويكشفون زيفهم للرأي العام، فكل صوت حر يمثل معول يهدم هذا النظام وفساده وأحزابه التي عاثت بالأرض فسادا ونهبت خيرات البلد. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.